بسبب الحب، كله بسبب مستر أشرف. ليه عملت بحالي هيك؟ ومن الحب ما قتل. ما كان لازم ضحي بحالي كرماله. ليه عملت هيك؟ ليه؟ ماما، مش كأنك انسجمتي شوي بالكذبي؟ أي كذبي يا بادما؟ كذبة إنك ضحيتي بوجهك وهرقتي كرمال ما يحترق وجه مستر أشرف. يس، نسيت. الحرق هو بسببك إنتي، لأنك كنت جوعانة وعم تنقي علي. هلا لا يوفيك يا بادما، ضاع جمالي بسببي. ماما خلص، يعني صار صار، واحترق وجهك وصار تمك ملزق ببعضه. تاكلي فطاير كتير طيبين، امه العائلة فنية غبية عملتون مس هوراء. الا لا يوافيك يا فادمة، ليك انت بشو وليك انا بشو؟ انت همك ببطنك، انا همي بوجهي المحروق اللي مشوه. ماما هلا انا اذا ما اكلت وجهك رح يرجع منه محروق. خلص انسي اللي صار وكلي فطاير. يا ربي، الله عطاني اياكي حلوة كتير بس غبية اكتر، ليكي انا وجهي محروق. انتي لازم بتكوني هلا عم تبكي مش عم تاكلي. ماما ما فيني ابكي، بعدني عاملي مكياج كتير حلو، اذا نزلوا دموعي بيروح المكياج. يا ربي، انا احترقت بسببها وتشوه وجهي. بلا ما تكون هلا عم تبكي دم بدل الدمع، قاعدي عم تاكل ومبسوطة بمكياجها. شو بدي اعمل؟ هيدي بنتي ولازم اتحملها. ماما هيدا الكلام كله ما بهم، المهم ان ننفس خطه وخلي مستر اشرف يهيب بيك. بعد ما البدومه الحلوه ان شاء الله تخلي مستر اشرف يهبني، لانه اذا ما خليتيه يهبني بدي خلي العقرب تحب بيك وتعقسك بنص وجهك. ماما ليه بديك تخلي عقربي تعصني وكمان بنص وجهي؟ ماما انت ما تعرفي انه عقربي اذا عقست انسان تفوت سمع على جسمه وبيموت، يعني هيك انت ببطل فيكي تشوفيني. يا ربي دراما كوين. بادما ما تاكلي انت وعم تبكي، لاني بتغصي وبتموتي، ما عاد شوفك ان شاء الله. يلا اجي علي لحتى اموت، وهيك انا بطل فيه نفس خطه وما رح خلي مستر اشرف يهبك. بادما الام لما تدعي على اولادها ما بيكون من قلبها. بتقول عني دراما كوين وهي أكبر دراما كوين بالعالم. عائلة فنية. كيفكن؟ شو أخباركن؟ الحمد لله. كيفك يا نور؟ الحمد لله يا خيي. كل شي تمام؟ الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله على كل شي. بدي أسألك، رجعت عرفتي شي عن بادما أسينات؟ حاولتي تسألي عنهم؟ تطمني عنهم؟ حاولت اتطمن عن أسينات وبادما؟ يا خي انت ما عرفت؟ ما حدا خبرك؟ ما عرفت وما حدا خبرني؟ والله ما عم بفهم عليك، واضحي كلامك يا أختي. يا خي ليه انت ملتقت بأشرف؟ ما شفته بعد؟ لا يا نور، بعدني ملتقت بأشرف، بس شو خاص سؤالي عن أسينات وبادما بخيك أشرف؟ يا خيي تتذكر وقت المنام اللي شفته وحكيت لك عنه لا تفسر لي اياه؟ ايه اكيد يا نور بتذكر، وبوقتها قلت لك انه في مصيبه صايره على أسينات، بس شو الموضوع؟
يا خيي بنفس نهار يلي فسرت لي فيه الحلم انت فلت من هون وهني اجوا من هون. انا فلت من هون وهني اجوا من هون؟ يا نور ما عم بفهم عليك شي، شو فزورة هي؟ وضحي كلامك. يا خيي انت عن مين سألتني؟ مش عن أسينات وبادما؟ ايه يا نور عن أسينات وبادما، بس من هني يلي اجوا لهون؟ أسينات وبادما. أسينات وبادما شو بهون؟ خيي أسينات وبادما يلي عم تسأل عنهم اجوا لهون. اجوا لهون لوين؟ ما عم بفهم عليك يا نور. يا خيي مش انت سألت عن أسينات وبادما وسألتني اذا اطمنت عنهم او لا؟ ايه يا نور انا سألتك عن أسينات وبادما وقلتلك اذا اطمنت عليهم او لا، بس ما عرفت مين اجا لهون. يا خالو أسينات وبادما هن يلي اجوا لهون. مين هن؟ سلو نحن اللي جينا لهون. أسينات وبادما عنا بالبيت؟ اللي ساعة بقلك يا خيي. ياس مستري محمد عندكن بالبيت، ليه متفاجئ هالقد؟ مستر محمد أكيد أنت مبسوط لأنه جينا لعندكن على البيت، ما هيك؟ أنا مبسوط إنه أنتو عنا بالبيت؟ أهلا وسهلا، بس شو سبب الزيارة يا ست أسينات؟ سبب الزيارة؟ خلي أختك نور تحكي لك. ماما بلا أوفرة يلا قومي. أوكي ماما. عن جد إنكم دراما كوينز، شو القصة يا نور؟ شو سبب زيارتهم لعنا؟ خالو أنا بقلك شو سبب زيارتهم لعنا؟ مليكة أحكي يا خالو، شو سبب زيارتهم لعنا؟ خالو أسينات يا حرام احترق وجه وتشوه بسبب خالو أشرف. احترق وجه وتشوه بسبب أشرف؟ شو عم بيصير يا خالو؟ حدا يخبرني شو الفكرة؟ خالو أسينات ضحت بوجه لتحمي وجه خالو أشرف. ضحت بوجه لتحمي وجه خالو أشرف؟ وحياة الله ما عم بفهم عليكم شي. يا نور خبريني شو صاير؟ يا خيي أسينات قبلت تحرق وجه كرمال ما تحرق وجه خيك أشرف. أسينات قبلت تحرق وجه كرمال ما تحرق وجه خيي أشرف؟ وحياة الله اليوم عم تحكوا ألغاز، ما عم بفهم عليكم شي. يا خيي حدا يفهمني. يا زهراء يا مليكة يا حلا يا محمد يا أسينات يا فاطمة، حدا يحكي شو القصة، جننتوني. ميستر محمد أنا خبرك شو قصة، أنا حرقت وجهي منشان ما أحرق وجه مستر أشرف، هو بعمري. وحياة الله شو حرقت وجهك لحتى ما يحترق وجه خيي أشرف؟ يعني أنت هلأ فهمتيني القصة؟ أنا ما فهمت منك شي، نفس الحكي حكيت نور، حدا يفهمني شو القصة؟ ميستر محمد أنا فهمك شو هي قصة، ماما أسينات المداهية البطلي داهت بوجه كرمال ما يحترق وجه خيك مستر أشرف. والله شو يا بادما، يعني انت هلأ كمان فهمتيني شو القصة؟ ما نفس الحكي يلي عم تقوله اختي نور وامك أسينات وزهرة. يا خالو حدا يفهمني، حلا حبيبتي يا خالو فهميني شو القصة. خالو الموضوع سهل رح خبرك ياه، أسينات حرقت وجهها كرمال ما تحرق وجه خالو أشرف. ايه لا انتو ناويين تجننوني اليوم. يا عمي حدا يخبرني شو خص وجه أسينات يلي احترق بوجه خيي أشرف يلي كان بده يحترق؟ خالو محمد أنا بفهمك، أسينات احترق وجه كرمال ما يحترق وجه خالو أشرف. ايه لا كتير هالقد، لقوم فل أحسن لي رح تجننوني. مرحبا خالو كيفك؟ الحمد لله. دخليك كيف صارت أسينات؟ تعي جيت والله جيبك. تفضل فهمني أسينات ليه عنا وشو قصة حرق وجه بوجهك؟ خيي أسينات ضحت بوجه وقبلت يحترق كرمال ما يحترق وجه. أشرف نور يا خالو
انتو اليوم متفقين تجننوني يعني؟ أشرف شو عم بصير؟ ما عم بفهم شي. يا ربي مستر محمد، عن جد إنه مخك غليظ، أنا فهمك شو هي قصة. عيدي بادما مستر محمد، القصة وما فيها إنه كان في رجل شرير بدي يحرق وجه مستر أشرف، فأنا عرفت هيدي خطة من معارف الشريرين ورحت لعنده لهيدا رجل شرير وقلت له ممنوع تحرق وجه مستر أشرف لأنه بحب وجهه كتير، فهو قال لي أوكي بس على شرط إنه أحرق لك وجهك يا أسينات بداله، وطبعا أنا وافقت لأنه ما بحب شوف مستر أشرف مشوه. وهيدي هي كل القصة يا مستر محمد. شو هالقصة الخرافية يا أسينات يلي لا بتفوت لا عقل ولا راس؟ قال شو الرجل شرير كان بده يحرق وجه خيي أشرف وهي ضحت بوجهها وحرقته كرماله. أسينات لعبي غير هاللعبة وكذبي غير هالكذبة، أنا مش مصدقك مش مصدقك أبدا. أنت يا ما بتكذبة يا ما كذبت علينا، اللي بيكذب مرة بيكذب ألف مرة. شو اكذوب؟ انا اكذوب؟ انا اكذوب يا مستر محمد؟ بدك تشوف كذبي؟ ايه هاي كذبي، هاي كذبي يا مستر محمد. اسينات شو صاير بوجهك؟ شو مستر محمد بعدني كذابي؟ بعدني عم بعمل لعبة عليكم؟ شوف تمي كيف ملزق ببعضه. بعتذر يا أسينات والله ما عارف القصة انه جد، فكرتك عم تكذبي مثل عادتك. الحق عليك انت بتكذبي كتير، شو خصني انا؟ مش قاضي عن قصة السعلب والراعي. المهم سلامتك يا أسينات، بس مين هيدا يلي حرق وجهك وليه؟ يا ربي عن جد انه استيعابك بطيء، عم قلك كان في رجل شرير بده يحرق وجه مستر أشرف فأنا ما قبلت وانحرقت بداله. رجل شرير؟ من معقول يكون هيدا الرجل الشرير يا أشرف؟ والله يا خيي ما بعرف، بس أنا اللي بعرفه إنه أعدائنا كتار. إيه والله يا أشرف للأسف أعدائنا كتار كتار، بس من معقول يكون مين مين مين؟ مين أنت؟ شو بدك مني؟ حابب تعرف مين أنا؟ إيه وليه خاطفني؟ تكرم عينك. شو؟ فجأت؟ شو؟ هيدا أنت؟ هات؟ اسمع فرق رصاص براسك هلا. عرفتوا مين؟ عرفتوا مين؟ مين هو يا خالو؟ إيه يا خيي مين هو؟ خالو خوفتنا، مين هو هيدا اللي كان بده يحرق وجه خالو أشرف؟ يا زهراء، يا نور، يا أشرف، يا ولاد، يلي كان بده يحرق وجه خالكن أشرف هو رجل الإعلانات يلي مرة كان بده يخطف جولي. فادما، انت يلي كان بدك تخطفي جولي؟ ماما، ماما، أنا ما خسني، هيدا رجل شرير اللي كان بده يحرق لك وجهك. يس يس ألا لا يوافقوا. بتصدق يا خيي إنه معك حق، ما في غيره هيدا الرجل بده ينتقم مننا، بس هلأ صار لازم ناخد حذرنا منه. ايه والله يا أشرف كلنا لازم ناخد حذرنا منه، اختك نور، الولاد، حتى أسينات وبادما، هو ما رح يرحم حدا، بده ينتقم من الكل. يا الله يا الله شو هالمصيبة يلي كانت لا عبال ولا على خاطر. ايه والله يا محمد مصيبي، لكنت على البال ولكنت على الخاطر. اشرف انت اخر واحد بحق له يحكي، انت يلي جبته لهيدا الرجل الشرير عبيتنا وكان خطف جولي بوقتها وخطفني انا وكان قتلني. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا اشرف. مستر محمد هيدا كلام كله ما ينفع، انا وجهي هلا مين بيرجعه لطبيعته؟ ايه اللي مين؟ قلت لك يا اسينات انه نحن رح نعمل لك عملية تجميل، قصدي خي اشرف. نعم يا ست نور، شايفتيني قاعد على بنك، أنا ما معي مصاري، منعمل العملية على حساب خي محمد. نعم يا سيد أشرف، تعمل عملية التجميل على حسابي؟ لأ أنا شو خصني؟ شو هي ضحت بوجه كرمالي ولا كرمالك؟
انتو ما عندكن احساس، انتو ما عندكن ضمير، انتو ما عندكن قلب، قاعدين عم تعملوا مشكل. مين بدو يعمل عملية تجميل لماما على حسابه وماما شوه وجهها؟ ضاع جمالك يا ماما سينات. الحمد لله غميت، هلا ما عاد اسمع صوتا. المهم كلكن بدكن تعملوا لي عملية تجميل احسابكن. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. ماذا سيحصل في الحلقة المقبلة؟ لتعرفوا انتظرونا. وعيلي مشكلها رهيبي، كل واحد فيهن نصيبي، عيلي فني وعجيبي، دراما ودمعة من قريبي. وعيلي مشكلها رهيبي، وكل واحد فيهن نصيبي، عيلي فني وعجيبي، دراما ودمعة من قريبي. عيلي عجيبة، عيلة غريبة، عيلة مصيبة، عيلة رهيبة. عيلة منا لا ما بتزهق، الله جمعهن ووفق، ما في مثل هالكوكب خيال علمي وتحقق. وعيلة مشكلها رهيبة، وكل واحد فيهن مصيبة، عيلة فني وعجيبة، دراما ودمعة. عيلة حياتها دراما وكوميديا.